الوطنيه راه كانت واحد الحاجه اللي مهمه بالنسبه لي. علاش؟ لان المهمه قلصت لي واحد بزاف المشاكل يعني مشي واحد شويه، والحمد لله فاش دخلت يعني لهذا الشيء ديال الرياضه ما دوك المشاكل كاملين ما بقاوش الحمد لله. كندير الميسكولاسيون بنسبه كبيره، كندير السباحه، وباغي ندير ان شاء الله طرياطلون يعني الالعاب الثلاثيه. طموح ان شاء الله اللي هي واحد الحاجه كانت يعني مهمه بالنسبه لي انني ندير واحد الصاله رياضيه متعدده الاختصاصات، ويكون يعني واحد الحاجه جديده اللي بغيت انا نديرها. شنو هي؟ هي نديرها في العالم القراوي. علاش؟ يعني فيها بزاف ديال الامتيازات. اول حاجه عمر شي واحد فكر انه يدير صاله رياضه في العالم القراوي. يعني انا غندير واحد الحاجه جديده، وثانيا غيكون داك المشروع اللي هو مربح، ما كاينش واحد المنافسه يعني من جهات اخرى. يعني اغلبيه ديال اللي صار كيتنداروا في المدن، ولكن يعني انا الا درت شي حاجه في العالم القراوي يعني راه شي حاجه جديده. وثالث حاجه ندير واحد متنفس. الانسان الا مشى توجه للرياضه راه كاع المشاكل اولا كاع داك الشيء اللي معمر له راسو ما غيبقاش. خصوصا الميسكولاسيون، كنت انا كندير الميسكولاسيون، انا اللي لاحظت الميسكولاسيون راه ماشي شي رياضه عاديه. الميسكولاسيون راه نمط حياه جديد. علاش؟ حيت كتعلم خصك تولي طيب راسك، كتولي تلتزم بالوجبات، كتولي تلتزم بالوقت ديال النعاس، ما خصكش تدوز واحد الوقت، كتولي تلتزم بالوقت ديال الراحه. يعني داك الشيء كيكون ولي عندك منضبط. انا يقدر واحد الوقت كانت كنقول يعني كنشوف في الاونديكاب اللي عندي وكنقول يعني علاش زعما انا هاد الاونديكاب، ولكن علاش ما نستغلوش، علاش ما نبينش يعني رغم انني اونديكابي، علاش ما ندير شي حاجه اللي يقدر ما يديرهاش واحد صحيح. وفعلا يعني درت الميسكولاسيو وبدلت يعني الفورما ديالي الحمد لله، يعني شي حاجه اللي جديده. اون بليس المشاكل راه ما كيبقاوش. بغيت نوجه هذا الميساج يعني لعموم الناس. بركه يعني جايه صافي، راه وصلت للعظم، راه هادشي ما مسلكش، هادشي ديال التدخين، هادشي ديال هذا. نبدلوا الفكره ديالنا. اي وقعوا واحد المشاكل، ما لقيتش خدمه، قريت وما وصلش، ما لقيتش واحد المجال فين غير يعني غنكمل، ولا هذا الماديات يعني ما وصلونيش ولا ما قدنيش داكشي، ما نخليش راسي منحصر تما. ندير رياضه، ما شكركش، كنقولكش انا يعني غير ميسكلاسيون، وخي نلعب غير كره نجري. المهم شي حاجه اللي غتبعدني على داكشي وتولي تخليني نولي نخمم من جديد او نفكر من جديد ان شاء الله.